ده من ايه سؤال حضرتك، ان ما زالت العصابات موجوده وفعلا في مافيا لتجاره الاثار، مش في مصر بس، في العالم كله، لانها تجاره رائجه ولان القوانين وهي ضعيفه. فاحنا بنشتغل على كذا محور، اهمها تغليظ القانون، العقوبات، وان شاء الله كلها هتبقى في القانون القادم بعد ما يقره مجلس النواب، هتبقى كلها جنايات، يعني عملية تغليظ للعقوبة. بالنسبة لحضرتك سينا، أنا عندي مخزن متحفي في شمال سينا في الأمطرة شرق، وده اللي كان اتعرض لهجوم في أثناء الثورة. زي متحف ملوي لو تتذكر. ده متحف، أنا بتكلم عن المخازن المتحفية. فعلا إحنا في حاجة شديدة إلى بعض مفردات لحماية الآثار، منها احنا طالبين تعيين عدد كبير قوي من افراد الامن، سواء اذا كانوا مراقبين امن او مشرفين امن. وقفت التعيينات كلها نتيجه ل يعني زي ما قالوا في ترهل اداري، في شغل كتير. هل الحراسه لسه زي الغفير اللي بياخد لا يعني. ده دول موجودين بس طبعا لغايه لما يخلصوا بخروجهم للمعاش، على الرغم من اهميتهم، لكن حتى اللي بيطلع معاش انا ما بجيبش بداله غفير، زي ان هو يعني كان امي زي ما قال قبل كده ان هو بيحرس بشومه. لا، انا عندي افراد امن بعضهم مسلح والبعض الاخر غير مسلح، فانا بقول لابد محتاج زياده الجميع. اولا محتاجين زياده، والحاجه الثانيه ان الجميع يسلح ويدرب على ما يتم تزويده به من سلاح. عاوزين زيادة أفراد شرطة ومباحث الآثار، لأن فعلا زي ما قال الأستاذ أسامة، أنا عندي كم كبير جدا من المواقع الأثرية، عندي كم كبير من الآثار المطمورة في بطن الأرض، لابد من حمايتها، لابد من تقنين أوضحها، بإني أنا أعمل درجات للحراسة، وده بيحتاج مني عدد كبير من الأمن وعدد كبير من شرطة الآثار ومباحث الآثار، بالإضافة أن احنا عندنا منظومة للمراقبة بالكاميرات، عندنا منظومة أخرى يعني بالخلايا اللي موجودة في مدفونة حوالين المواقع وحوالين المتاحف أو المخازن المتحفية، بمجرد ما قدم أي لص دي بتدي إشارات للكنترول روم أو لأوضة التحكم اللي موجودة. انا عايز اعمم ده كله، وده بيحتاج اذا كان في المتحف مصطفى كامل.